يا أولادي حنا مجهزين فقرة يمي بسيطة، إذا ما على كمرنا باك يمي ضيف الحلقة يمي. عمري انت فوق الامر، متى بس؟ الله يرفع قدرك. يلا 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 خلينا بنضبط لنا فقرة يمي. يلا دقيقة ام دقيقة نيفا، بس دقيقة يمي، أشغل الشبكة يمي دقايق يمي. يلا. والله كنت بنام، ما اقدر يا جماعه، ما اقدر ما اقدر، تغلبني ام نيفا، تغلبني. إلا الله محمد رسول الله، استغفر الله. حق دقيقة يا ريدي دقيقة يا أمي، راح نبدأ يا أمي برنامج يا أمي، فقرة فقرة يا أمي مع نايف جو الفقرة، عزاز يا ريدي. اصبر يا ريدي. دقيقة دقيقة يا أمي، لا إله، نايف يا ريدي. سمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا ريدي؟ شلونك؟ الله يحييك يا ريدي. خير، وعليكم السلام، انا بخير. قاعد الله يحييك، أهلا وسهلا معك يا أمي، معكم أم نيفة يا أمي. نبي نقدم فقرة يمي عن مسيرة نايف هزازي، ووقعت أنت لأي نادي الأيام هذه يمي؟ في توقيع في شيء؟ ما وقعت، كان تكريم، ولكن إن شاء الله في خبر طيب. طيب، وش سويت يمي في مسيرتك هذه يمي؟ هل أنت يعني راضي عن نفسك يمي في مسيرتك؟ راضي كل الرضا، لأن دائما طيب نرضى بقضاء الله وقدره مهما كان. ونعم بالله يمي. طيب يا وليدي، في يعني تتوقع يمي مسيرتك، يعني حياتك اللي في الدنيا يمي، يعني حياتك اللي برا الكورة يمي، أشغلتك عن الكورة شوي؟ والله اشغلتني صح عن الكوره، ولكن هذا شغلي الخاص، يعني عادي اني اشغلني. طيب، أحد عنده سؤال يمي؟ تفضل يمي. طيب يمي، القادسية قلتها في السؤال الاول، ما وقعت والله. ما وقع. طيب يا ريدي ما وقع. طيب يا نايف يا حبيبي يمي، النصر منيفة وش الأحداث اللي بتاع القوس، وش الأحداث يا ريدي اللي صارت لك يا نايف في النصر؟ أحداث كثير صار، ولكن مرحلة وانتهت. ندمت؟ والله ما ندمت، لا، لكن لا لا ندمت. طيب أنت قلت في لقاء يمي قبل، قلت لو طلبني الهلال مبلغ أقل والنصر يمي مبلغ أعلى من الهلال رحت للهلال، ليش؟ لو لا، ما قلت هالكلام إلا قلت يا ريدي. تبغاني أرسل لك يمي في الواتساب؟ في الواتساب. انت عندي في الواتساب؟ لا لا يمي، عندك في السناب يمي، بس صدق والله يمي قلت يمي. لا، قلتها بطريقة ثانية، مو هذا. كيف يمي؟ عطنا يا ريدي الطريقة الثانية اللي قلتها يمي، احنا فهمنا كذا يمي. لا، ما ينفع اقول كل شيء. طيب لا لا عادي يمي، نقاش يمي، هي فقرة خفيفة يمي، تحتوي على شيء يمي مفيد يمي. أنت معي؟ يا ابن منيف، خلينا نرقد، جايين نضحك. يا ولدي أنا طالبتك أنت سروالك وفينيلتك هذه يمي، ما أدري كيف لابسها يمي. اسمع هاي واو، اسحب هناك، ما في سلامك شغل. ايش هيك أنت؟ أنا مشهورة مشهورة يا ولدي، لازم أسعيك أسعيك يمي أسأله. حو طيب طب اسمع يا ولدي. قولي شعر وابشري. طيب بس تراك حلفت يا أمي، خلاص إذا قلت شعر يا أمي على طول يا ما حلف، قولي شعر وابشري. يعني هنا أقول أقول يا نايف يا شويت الكورة،
يا نايف كذا مرة أحرفتها عن الباب، يعني أبعدتها عن الباب، يريد يا نايف يريدي كذا مرة أحرفتها عن الباب، يريدي طريقتك ما هي طريقة لاعب كورة. يا نايف قفل الشعر منيفة، قفل الشعر، جوك اليوم مو حلو، ما حبيت جوك ليه اليوم، يا وليدي؟ قفل ليه يا منيفة، أمي؟ قد علامك شيك أنت؟ اليوم ما أخذت اليوم شخصية رجال، مو منيفة دي، نبغى منيفة، رجع لنا منيفة. طيب اسمع يا وليدي، اسمع يا حبيبي يا أمي. هاي يا وليدي، أول لعبت مع إبراهيم وأخوك يا أمي. ايه ما يصرح يلعب معي، لا عاد يلعب معي يا أمي، علمه يريد يقول عاد تلعب معي مني، ففكنا منك يا أمي. اوكي يلا روح ارقد يا أمي، روح روح يا حبيبي. ارمي هلا هلا، استغفر الله العظيم. عارف عارف انه رجال يا جماعة، عارف عارف، بس شخصية منيفة انا احبها خلاص، عارف انه رجال، عارف والله، بس اول قاعدين قاعدة مع ثنتين ثلاثة كذا حريم كبار، وكلهم طالعين بث يعني لايف لايف فيديو، والله ضحكت معاهم ضحك. صباح الخير يا جماعة، سلام. اي والله حتى لو رديب ناس كذا، هو هاشم بنام، انا هاشم.